صدقني لو انت ذاكرت اللي فات كويس وعرفت خطة الكورس بجد وأدركت الهيكلية الخاصة بالكورس هتكون أقوى بكتير بفضل الله، وهتحترف اللغة وهتكون عملاق فيها. وأنا بقولك كده لأن ممكن تكون أنت لم تتابع الكورس من البداية، أو رأيت هذا الفيديو بالصدفة، أو لم تسمع عن الكورس من قبل. اعرف كورس السي شارب بسهولة. كل اللي هتعمله ادخل بس على اليوتيوب واكتب أكاديمية حسونة ودوس انتر، وادخل على الأكاديمية، ادخل على البلاي ليستس دي هتلاقي فيها كل ما يخص السي شارب بفضل الله. هتلاقي فيها 80 حلقة جزء للأساسيات، و 120 حلقة جزء للفورمز والتولز الخاصة بيها، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالأوبجكت أورينتد بروجرامينج، وهتلاقي فيها 100 حلقة خاصة بالASP.NET للويب للسي شارب، وهتلاقي فيها 300 حلقة خاصة بقواعد البيانات باحترافية بفضل الله، وهتلاقي بلاي ليست كبيرة بتضم كل الفيديوهات دي علشان لو انت عايز تتفرج عليهم مرة واحدة وتذكرهم مرة واحدة ككورس كبير، ولو انت كمان عايز تتفرج عليهم ككورسات صغيرة اجزاء زي ما شايفين قدام حضراتكم كده. هنصحك نصيحة، ما تبدأش في الحلقة دي الا وانت مذاكر اللي فات ده كويس علشان تكون اقوى بفضل الله. وما تنساش تدخل على موقع حسونة اكاديمي www.hassuna-academy.com وتدخل على انضم الينا، وتدخل على انشاء حساب، وتسجل عندنا عشان نعرفك، وتتابع كل جديد على الموقع سواء كورسات او حاجات في الشاشة الرئيسية او تحديثات للموقع. بسم الله الرحمن الرحيم. الحلقة 1045 من كورس سي شارب DB Example Sport. ودلوقتي هنعمل قائمة ونكونها لشاشة البحث عن المصروفات Expense FRM Expense Name Delete Edit Search. هي دي، دبل كليك عليها دي الفورم، دبل كليك على الفورم عشان ادخل للحدث لود. هطلع فوق الحدث لود كده وهعمل من الكونتكست منيو ستريب، هعمل اوبجكت هسميه منيو، وده بيساوي نسخه جديده من الكونتكست منيو ستريب، وقوسين فاضيين وسيمي كول، هملاها جوه اللود بتاع الفورم عشان اول ما الفورم اتحمل اجباري تتملي المنيو على طول من غير ما تسالني. تمام. طب انت ليه ما بتملهاش لما بتدوس على الجريد ده؟ اقعد املاها كل شويه ليه وانا كده كده اصلا اول ما الشاشه بتحمل خلاص هي مليانه، لان اللود بيملاها خلاص كده، فاهمني؟ ولو الشاشه رجعت قفلتها ورجعت حملتها تاني نفس القصه. وصلت الفكره؟ المهم هعمل هنا ايه، هعمل من المنيو الايتم اللي جواها هضيف ايتم جديد، النص اللي مكتوب عليها اسمه تعديل او تعديل مسمى المصروف، تعديل مسمى المصروف. ليه انا يعني حريص على كلمه مسمى دي كتير؟ علشان وانت شغال لو قلت لك تعديل المصروف ممكن انت يتلبس عليك الامر كمستخدم جديد للبرنامج. تعديل المصروف، المصروف ده اللي هو ايه، اللي هو انت صرفت فلوس، واضح. لكن مسمى المصروف يعني دي ايه، بتسهل لك شويه ان دي مش مصروف. المهم بالمره النيم بتاع، خد بالك انا كده بختصر لك، يعني كده في الشغل بختصر، مع ان النيم ده انا ممكن احطه لك زي ما قلت لك قبل كده ايه، في سطر لوحده، سطر كودي لوحده. المهم النيم بتاعتها بالمره في السكه هنسميها ايه، ايديت، وادي ايه سيمي كول، وننده عليها تاني عشان نحط اختيار الحذف، يا منيو دوت، شفت الايتمز اللي فيكي، مالها دوت اد، انا هضيف واحده جديده ايتم جديده، دي هيبقى مكتوب عليها حذف مسمى المصروف، وبالمره النيم بتاعتها بتساوي الديليت.
وادي ايه؟ سيمي كولن. اذا انت كونتها تظهر فين؟ هتظهر على الجريدة دي، الداتا جريد فيو دي اللي اسمها دي جي بي سيرش اكسبنس. الجريدة دي هندخل في الايفنتس بتاعتها وهندور على الحدث ماوس كليك. دور معايا ماوس كليك اهو، دبل كليك عليه. اف لو الراجل داس على البتن، اختيار البتن اللي هو داس عليه بيساوي ماوس باتنز دوت رايت، يعني معناها ايه؟ معناها ان هو في مش هيدخل هنا في الاف دي الا لما يكون الدوسه بتاعته رايت. يحصل ايه؟ نظهر له القايمه. يا منيو اظهري له بقى يا منيو، خلاص دوت شو شوف فين؟ شوف الدي جي في الداتا جريد فيو بايه؟ اي دوت لوكيشن او اكس واي براحتك، بتقبل الاثنين، الشو بتقبل معاك الاثنين. وادي ايه؟ سيمي كول. تعال نجرب كده، اعمل سيف اول وتعالى دوس ستارت ديبوجينج ودوس تسجيل الدخول وهات قائمه بحث وهات بحث المصروفات، كليك يمين على الجريد اهو، تعديل مسمى المصروف، حذف مسمى المصروف اهو، تقف تدوس كليك يمين في اي حته في الجريد ده تطلع معاكي. طبعا زي ما قلت قبل كده شغلها وتعديلها هيكون بعدين ان شاء الله، احنا اصلا مش هنخليها تظهر غير هنا بس في البيانات. ولسه لما اجي ادوس يا ترى هو داس فين؟ يا ترى داس على انهي صف؟ احدده له ازاي؟ اظبطه ازاي؟ اودي لسه 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 ان شاء الله بتعمل على الثلاث مراحل دي، اول مرحله فيهم ان احنا نظهر الكلام ده. لكن بعد كده ان شاء الله هيكون في شغل ثاني، بس نخلص احنا كده خلاص، فاضل لنا ايه؟ فاضل لنا الايراد والموظف. حلقتين بعد كده ان شاء الله ندخل على المرحله الثانيه، بعد كده ان شاء الله ندخل على المرحله الثالثه باذن الله وربنا يكرم باذن الله. الاشتراك واللايك والشير والمشاهدة أكبر دعم لينا بفضل الله عشان نستمر ونقدم لكم كل جديد، وتأكد تماما إنك أي حاجة بتتعلمها وبتنشرها وبتشارك ربنا سبحانه وتعالى هيفيدك ويعلمك أكثر وهتاخد ثواب على كل حاجة بتنشرها للناس.